السلام عليكم، أنا أبو مالك ياسين من مدينة قطنة، مهجر من الغوطة الغربية، صاحب مصلحة خبصاج وتنور بيت جدي. نحن بحدود 8 سنين كان في عندنا تنور حجر بمدينة قطنة وكنا نشتغل، ونحن أصحاب مصلحة يعني بالأساس. عاد من سنتين تقريبا تهجرنا لهون على مدينة إدلب، وقمت أنا بإنشاء المحل الصغير. طبعا ما عندي القدرة أني أفتح أنا تنور حجر بالنسبة للمادة والوضع المعيشي هون. تمام، أنا اشتغلت مبدئيا على تنور صنع محلي حديد، وعلى الأساس كمان اشتغلت على الصاج. صارت العالم تقصدني من برات أريحة، وهون الحمد لله المطاعم كلهم عم ياخذوا مني، بوزع خبز صاج وخبز للشاورما، وبوزع خبز تنور، بعمل مناقيش على الصاج وبعمل بيتزا. تمام، هاي البيتزا هون ما بيعرفوها، في عندنا المحمره نحن بنقلها كمان ما بيعرفوها، هون بنشتغلها كمان. البيتزا بعملها انا قطعتين سماك شوي، بحط صلصه البيتزا، بحط الاشقوان المرتديلا، بحط عليها الخضار، وبحط الطبقه الثانيه فوق، بقطعها بشكل مرتب شيء يعجبه للزبون. والحمد لله بفضل الله عز وجل معرض مصريين من جسر الشغور من كافه المناطق، تجي الشباب تفطر عندي هون، ومعروف انا هون بالمنطقه بلقمتي الطيبه وبمحلي النظيف، والحمد لله رب العالمين. وحاليا عم نشتغل